مواليد 66. البيارة هذه انزرعت في نفس السنة اللي أنا انولدت فيها. أنت ما أنت بدك تعطي الشجرة، الشجرة بتعطيك، يعني بدي أنا أصرف عليها على أساس هي تعطيني. طب أنا زي ابني بربي الشجرة، يجي واحد يخرب لي فيها حاجة ما برضى. فيها اللي هو الحمضيات، فيها اللي هو بالانسيا، في كرفوت، في ليمون، في كلمنتينا بلديه، في مخال، يعني اشجار متنوعه. في الري النظام القديم كان جور، كنا بالطريه يعني جوره جوره نسقي فيها، نقعد 3 ايام واحنا بنسقي فيها. كان المواتير قديمه غير عن اليوم، في غاطس اليوم وفي ميه مباشره بتطلع. هذا اللي هو برابيش ورشاشات، بنشغل الموتور اللي هو الميه، لما بتيجي الكهرباء بتيجي الميه مباشره عليها، فبيشتغلوا الرشاشات هاي. فاحنا الرشاشات هاي لما بتشتغل لازم نلف عليها واحده واحده، يعني بتضل يعني بنشغلها كل يوم تقريبا 4 ساعات، في كل اسبوع مره بنشغلها، كل اسبوع 4 ساعات، على اساس يعني انه الشجر ياخذ كميته من الميه. لقيتها مع هذه الكلمنتينا والمخال، بقطفوهم وببيعوهم. بعد فترة بسيطة، أسبوعين أو شهر، تلاقي الكرفوت هذا تقريبا شبه مستوها، لقيتها بعد الكلمنتينا مباشرة. بيجي بعديها بشهر 2، في أواخر شهر 2 بتلاقي الحمضيات اللي هي البالانسيا بتستو هذه، فبنبدأ بقطفها، بكون هي يعني آخر إشي البالانسيا هذه في الحمضيات. لقيتها كله تصدير محلي هنا، يعني استهلاكي كله، لأنه الحمضيات خفت برضو في البلد. كانت أول كل الأراضي حمضيات، الآن كلها يعني فيها مزارع، فيها دور، فيها عمار، يعني صارت يعني قليل البائير اللي صارت حمضيات زي هيك. الأرض والحمضيات هذه يعني في دمنا، يعني احنا ما بقدرش يعني أطلع من البيارة بالمرة، يعني في يعني أولادنا وفي حتى من الجيران، يعني كل يوم او في الاسبوع بيطلع على البحر بطشوا، بروحوا على منتزه، بقولوا احنا المنتزه عندنا والبحر عندنا، يعني بدنا احلى من هالمناظر هذه.